نيكي هيلي المرشحة الرئاسية عن الحزب الجمهوري تصرح وتقول الولايات المتحدة على أبواب استقبال رئيسة للبلاد، والسباق بالنسبة لهيلي سيقتصر بينها وبين نائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس. لكن هل تملكان بالفعل المؤهلات اللازمة لشغل منصب الرئاسة؟ بالحديث عن هيلي، بدأت حياتها السياسية بالترشح لعضوية مجلس النواب عن الحزب الجمهوري، وكانت أول امرأة تشغل منصب حاكم ولاية ساوث كارولاينا لثلاث فترات. كما أن هيلي شغلت منصب سفيرة لدى الأمم المتحدة، وظلت نشطة في السياسة حتى بعد استقالتها من منصبها الحكومي عام 2018، وأنشأت منذ ذلك الحين العديد من اللجان والمجموعات السياسية. ربما تكمن نقطة قوة هيلي في كونها لم تخسر أي انتخابات خاضتها سابقا، وهي المرأة الوحيدة التي تتنافس في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. أما كامالا هاريس التي توصف بالنسخة النسائية للرئيس السابق باراك أوباما، فهي محامية وسياسية تنقلت بين منصب المدعي العام لأكثر من عقدين، أولا في سان فرانسيسكو ثم في كاليفورنيا، وانتقلت بعدها إلى مجلس الشيوخ الأمريكي. فازت هاريس في كل الانتخابات التي خاضتها باستثناء الانتخابات الرئاسية عام 2019، وفي 2021 شغلت ثانية أعلى منصب في البلاد، وأصبحت النائبة 49 لرئيس الولايات المتحدة. حينها قادت هاريس البلاد مؤقتا لمدة ساعة ونصف عندما خضع بايدن لفحص روتيني. تبقى الاستطلاعات هي الفيصل، فلا تزال الكفة تميل للمرشح الجمهوري ترامب مقابل هيلي بفارق كبير حتى الآن، فيما تظل حظوظ هاريس مقترنة بعجز الرئيس الأمريكي عن ممارسة مهامه، وهو عامل بحسب استطلاعات الرأي قد يحرم بايدن من ولاية ثانية.